عند الاشاره تقف، يجيك سائل يسال يطرق الباب مرتين ثلاث تستحي تقول له لا، ولله المثل الاعلى. كيف وان ترفع كفك؟ وعبد الله بن عمر الصحابي يقول رضي الله عنه: اذا اردت ان تعلم فقرك وغناه فانظر الى سفر يديك. الله اكبر. شوف يا شيخ، ترى من السنه وان تدعو ان تنظر في كفيك وان تقول يا رب فاضيه، لكن لن ترجع الا وهي ملأة. الله اكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله يقول: يا ابن ادم لو أطبقت عليك السماء والأرض ثم دعوتني، دعوت الله وحده فقط، نعم، انتصرت به، استنصرته سبحانه جل جلاله، ثم دعوتني جعلت لك من بينها مخرجا. لو انطبقت السماء والأرض، كادت بك السماء والأرض، ودعوت الله، الله جل وعلا نصرك وجعل لك من بينها مخرجا. لكن لو دعوت غيره، أعوذ بالله، ولن تفلحوا إذا أبدا. الله ذكر ذلك، يريد أن يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا.